مشاهدينا اينما كنتم اهلا بكم معنا من جديد. بعد شهر من تنصيبه مرصد المجتمع المدني ينخرط في مواجهه الموجه الرابعه ويباشر دراسته الاستشاريه العديد من الملفات موجوده على طاوله رئاسه المرصد. ومعنا في هذا الموضوع معنا الاستاذ عبد الرحمن حمزاوي رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني. اهلا بك معنا سيدي. اهلا وسهلا، تحيه لك ولكل المشاهدين الاكارم. سيد عبد الرحمن حمزاوي، في البداية بعد شهر من تنصيب رئيس وأعضاء المرصد الوطني من طرف رئيس الجمهورية، أين وصل المرصد الآن من حيث التنظيم ومن حيث أداء المهام المنوطة به؟ شكرا جزيلا. في الحقيقة المرصد الوطني المجتمع المدني الذي تم تنصيبه مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي يتشكل من 50 عضوا يمثلون مختلف تشكيلات المجتمع المدني سواء المنظمات والجمعيات الوطنية أو الجمعيات المحلية، ولأول مرة إشراك أيضا الجالية الجزائرية في الخارج. يعني جاءت تشكيلة المرصد الوطني للمجتمع المدني متنوعة من ناحية الكفاءات ومن ناحية التنوع الجغرافي، أيضا من ناحية تمثيل مختلف الفئات، الشباب والمرأة وحتى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعني حظيوا بتمثيل في المرصد الوطني للمجتمع المدني بهذه التشكيلة، حتى يكون يعني في مستوى التحديات المنتظرة في المرحلة الحالية. وبالتالي اليوم الحديث على يعني أدوار أو برنامج المرصد الوطني للمجتمع المدني، بطبيعة الحال الهدف الأساسي لهذه الهيئة الاستشارية لدى رئيس الجمهورية هي ترقية الحركة الجمعوية في الجزائر من خلال مجموعة من الآليات، سواء ما يتعلق بالجانب التشريعي أو ما يتعلق أيضا بالعلاقة بين مختلف الهيئات العمومية وبين الجمعيات التي كانت في السابق فيها ربما بعض الثغرات. وبالتالي اليوم يأتي المرصد ليقوم بهذه المهام الموكلة إليه. وأهم شيء أيضا من مهام المرصد الوطني للمجتمع المدني هو ترسيخ القيم الوطنية ونشر قيم المواطنة، والتي هي من صميم عمل الجمعيات. وبالتالي اليوم أمامنا يعني عديد من الأولويات والمحاور التي سيشتغل عليها المرصد الوطني للمجتمع المدني في سنته الأولى، والتي ستصب كلها في إطار دعم ومرافقة الحركة الجمعوية في الجزائر. سيد عبد الرحمن الحمزاوي، بالأمس كان لكم لقاء مع وزيرة البيئة، وهذا تنفيذا لتعليم الرئاسية القضية بإشراك المجتمع المدني في الأنشطة الوزارية. لو سمحت الآن، كيف هي علاقتكم مع الجهاز التنفيذي وهنا الحكومة على وجه الخصوص؟ طبعا في الحقيقة اليوم فيه يعني يعني عمل كبير يقوم به المرصد الوطني للمجتمع المدني مع مختلف القطاعات، ويعتبر يعني هذا من اهم يعني مهام المرصد الوطني للمجتمع المدني، وهو ضبط علاقه الشراكه بين الحركه الجمعويه وبين مختلف القطاعات، حتى تساهم الحركه الجمعويه في صياغه السياسات العموميه وتنفيذها ايضا، وحتى اشراكه في مشاريع القوانين خاصه المتعلقه بالحركه الجمعويه. وبالتالي اليوم فيه يعني تعليمات وتوجيهات من رئيس الجمهورية وأيضا من الوزير الأول، حتى يتم إشراك المجتمع المدني في مختلف قضايا الشأن العام. واليوم يعني فيه يعني العديد من القطاعات الوزارية التي شرعت في يعني هذا العمل وفي هذا التنسيق، حتى يتم يعني ترقية هذه الشراكات التي في الحقيقة ليست جديدة، لأنه كان فيه العديد من القطاعات التي طبعا تشرك المجتمع المدني في عملها يعني في مختلف المجالات. ولكن اليوم الجديد الذي يأتي به المرصد الوطني للمجتمع المدني هو أنه يفتح المجال لأكبر عدد من الجمعيات، حتى تكون مساهمة مع القطاعات في دعم جهود الدولة في مختلف المجالات، ويكون فعلا تكون الحركة الجمعوية شريك أساسي يعني الدولة وللقطاعات الوزارية وأيضا حتى على المستوى المحلي. وبالتالي اليوم هذه اللقاءات بطبيعة الحال هي بداية. هنا سيد عبد الرحمن الحمزاوي، تقولون أن إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرار على المستوى الحكومي ليس وليد اليوم، ولكن موجود منذ مدة، لكن بوجود المرصد الوطني للمجتمع المدني، هذه الهيئة الرسمية، والتنسيق المباشر والرسمي بين الحكومة وبين المجتمع المدني عن طريق المرصد، هل يمكن أن يقدم إضافة على الأرض؟
طبعا اليوم يعني في السابق كانت ربما العلاقه يعني غير مضبوطه في اطار محدد، لكن اليوم راح يكون فيه برامج عمل ويكون فيه اطر للشراكه مع مختلف القطاعات حسب يعني تخصص القطاع، يعني حتى يتم اولا اشراك اكبر عدد من الجمعيات ضمن يعني هذه البرامج والتي كلها ترمي في اطار يعني تحقيق المصلحه العامه وايضا تلبيه احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، وايضا تساهم في التنميه بصفه عامه، وبالتالي اليوم انخراط الحركه الجمعويه ضمن هذا المسار سيتم تاطيره من طرف المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي سيقدم اليات التي ستشتغل عليها يعني سواء القطاعات الوزاريه او حتى على المستوى المحلي حتى تكون الحركه الجمعويه حاضره في مختلف المراحل وفي مختلف المحطات، وبالتالي اليوم كما قلت يعني الجديد الذي سياتي به المرصد الوطني للمجتمع المدني هو نقل هذه الشراكة من ربما برامج ظرفية أو مناسباتية أو محدودة إلى جعلها برامج أشمل وجعلها علاقة مستمرة. نعم. ودائمة. نعم سيد عبد الرحمن حمزاوي، كان هذا فيما تعلق بعلاقة المرصد الوطني للمجتمع المدني مع الحكومة على رأسها الجهاز التنفيذي أو مع الجهاز التنفيذي على رأسها الحكومة، جميل جدا، لكن في نفس الوقت كيف هي علاقة المرصد الوطني للمجتمع المدني مع مختلف الجمعيات الناشطة في الساحة؟ مرحب بها في المرصد، تدعونها مثلا للحديث أو للنقاش أو لتوحيد الجهود ورؤيات النظر؟ طبعا هذه فرصة يعني لتوضيح مهام المرصد، لأنه المرصد الوطني للمجتمع المدني هو هيئة للحركة الجمعوية بمختلف تخصصاتها، يعني فكل الحركة الجمعوية راح تكون معنية بالبرامج اللي راح يسطرها المرصد يعني في 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 عمله، وبالتالي اليوم نحن سنعمل على أن يكون فيه يعني عمل على مختلف المستويات حتى نحقق يعني أهداف من شأنها مرافقة ودعم الحركة الجمعوية سواء الجمعيات الوطنية أو الجمعيات على المستوى المحلي وحتى جمعيات الإحياء، يعني كل هذه المكونات الحركة الجمعوية تقوم بأدوار كبيرة في مجالات متعددة، وبالتالي اليوم من خلال المرصد سيتم إنشاء لجان وسيتم يعني استحداث عدة هيئات حتى تشارك الحركة الجمعوية بمختلف مكوناتها في برامج المرصد الوطني للمجتمع المدني، وأولها اليوم ونحن نتحدث على الجانب التشريعي راح فيه يعني مشاريع قوانين جديدة وفي إصلاحات جديدة سيتم يعني مباشرتها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، ومن بينها قانون الجمعيات اللي اليوم راح يتم عرضه على البرلمان، وبالتالي حتى تكون الكلمة للحركة الجمعوية في مختلف مشاريع القوانين، وبالتالي المرصد سيكون هو الإطار الذي سيؤطر هذه العملية لتشارك الحركة الجمعوية ليس فقط في البرامج والأنشطة بل حتى في مشاريع القوانين. سيد عبد الرحمن حمزاوي، وبحديثك عن هذه النقطة تعيش الجزائر تجديدا كبيرا في ترسانتها القانونية، يقدم بعض الفاعلين ملاحظات وتحفظات في القانون المتعلق بالجمعيات 1206 لا سيما في شروط التأسيس، لا سيما في طرق تنظيم حملات التبرع وغيرها من الأمور التي يرى البعض خاصة فئة الشباب أنها تشكل عقبة أمام مزاولة النشاط الجمعوي بكل أريحية. ما هو الجديد في هذه النقاط في مشروع القانون الجديد المتعلق بالجمعيات؟ طبعا اليوم نحن نتحدث على مشروع الجديد الذي سيتم يعني مباشرته هو أيضا عرضه على البرلمان للمناقشة وحتى يصل إلى المرحلة النهائية، وبالتالي اليوم الحركة الجمعوية ستشارك في المقترحات في بخصوص هذا القانون لأنه يعنيها بدرجة الأولى. صحيح فيه العديد من النقائص والثغرات التي كانت في القانون السابق، اليوم ينتظر أنه راح تكون فيه إصلاحات اللي راح تمس هذه الثغرات وهذه النقائص وهذه الاختلالات ربما اللي كانت في السابق وكانت يعني هي مطلب للحركة الجمعوية للإصلاح، وبالتالي اليوم الفرصة لربما تجسيد ما جاء به الدستور الجديد والذي كرس مش حريات واسع في إنشاء الجمعيات. اليوم نتحدث على إنشاء جمعيات عن طريق التصريح، هذا ماشي ما كانش في السابق، اليوم فيه راح يكون هذا القانون يتضمن آليات لتنفيذ يعني هذا الطريقة واللي هي طريقة التصريح. أيضا فيه العديد من أيضا المطالب اللي كانت طلبها الحركة الجمعوية لإصلاح قانون الجمعيات سواء ما يتعلق بتمويلها سواء ما يتعلق بعلاقتها مع مختلف الهيئات، أيضا إشراكها لما نتحدث اليوم على المجالس المنتخبة اللي هي مطالبة بإشراك
إدراك المجتمع المدني في اتخاذ القرار وفي والأخذ بآرائها، ما فيش آليات يعني اللي تأطر هذه العملية، وبالتالي من خلال المرصد ومن خلال فتح المجال أيضا للحركة الجمعوية لإبداء آرائها ومقترحاتها والتي سيؤخذ بها الاعتبار في مقترحاته في هذه النقطة. طبعا نحن بصدد يعني تنظيم ورشة فيما يخص قانون الجمعيات بعد تنصيب المرصد، واللي راح يكون يشاركوا فيه أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني اللي مثله مختلف يعني أطياف الحركة الجمعوية، وأيضا راح يتم إشراك الجمعيات من خلال رابط إلكتروني لإعطاء اقتراحاتهم، وراح نأخذ بها ونقدمها إلى الجهات المعنية حتى يؤخذ بآراء يعني الحركة الجمعوية واللي تمثل يعني عمق يعني ربما واحتياج الحركة الجمعوية فيما يخص هذا القانون الذي ينتظر منه أنه راح يقدم إضافة هامة للحركة الجمعوية ويسهل العديد من مهامها ويضبط علاقتها مع مختلف الهيئات، وأيضا يلبي لها الكثير من الاحتياجات اللي هي بحاجة إليها لأداء مهامها وتحقيق الأهداف المنوطة بها في الساحة. نعم سيد عبد الرحمن حمزاوي، نبقى دائما في مشاريع القوانين المطروحة على طاولة الحكومة والبرلمان. تستعد الجزائر أيضا لإعادة صياغة القانون المتعلق والمحدد للعمل النقابي، وهذا حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أو لوزارة العمل على ما أعتقد، يقول أن التعديل سيكون وفق نظرة تتماشى والقيم النقابية وما هو معمول به أيضا على المستوى الدولي، بما أنه من مهام المرصد الوطني للمجتمع المدني إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهامه. ماذا تقترحون في هذا الصدد فيما يتعلق بالعمل النقابي؟ طبعا بالنسبة للعمل النقابي يعتبر يعني أحد مجالات النشاط الحركة الجمعوية واللي يعتبر مجال مهم جدا، وبالتالي احنا في المرصد الوطني للمجتمع المدني فيه ممثلين لمختلف النقابات اللي بطبيعة الحال راح يكون عندهم رأي كبير فيما يخص يعني مشروع القانون المؤطر للعمل النقابي أو في مختلف يعني احتياجات الحركة النقابية أو الجمعيات ذات طابع النقابي. بطبيعة الحال هذا الأمر يحتاج إلى ضبط، لأنه شفنا من خلال توجيهات سيد رئيس الجمهورية لأنه لابد يعني من ضبط العمل النقابي ليكون في إطاره يعني الإيجابي اللي حقق أهداف يعني لمختلف الفئات اللي تمثلها هذه النقابات، وبالتالي نحن سنضع في المرصد الوطني خلال يعني هذه الفترة هذا المجال مجال نقابي من أولوياتنا، وراح نقدم فيه أيضا آراء. حبيت فقط نشير أمر آخر بأنه المرصد سيشرك في مختلف يعني مشاريع القوانين في حتى لتمثل طبعا الأولية طبعا، لأنه اليوم التوجيهات يعني المزدات من طرف رئيس الجمهورية وأيضا فيه تعليمة من طرف الوزير الأول حتى يكون المرصد الوطني حاضر، لأنه فيه من الكفاءات والخبراء اللي مثلوا الحركة الجمعوية اللي بإمكانهم أنهم ينقلوا هذه الانشغالات حتى لا يبقى المجتمع المدني معزول ويبقى فقط يعني يبدي آراء في يعني مراحل ما بعد يعني صدور القوانين، ولكن لابد أن يشرك من بدايتها، وهذا شيء ربما مهم جدا وهذه إضافة هامة لأنه يندرج ضمن تمكين المجتمع المدني في الشراكة الحقيقية وفي حتى يكون قوة طرح ويكون رأيه يعني يؤخذ به في مختلف المجالات، وخاصة لما نتحدث على مشاريع القوانين لأول مرة يشرك المجتمع المدني بهذه الصيغة، وهذا الشيء اللي راح يشتغل عليه المرصد الوطني للمجتمع المدني في لأداء هذا الدور الهام. نعم سيد عبد الرحمن حمزاوي، من خلال حديثك يتجسد دور المجتمع المدني من خلال تعديل مختلف النصوص القانونية ومشاريع القوانين المطروحة أم لا يتجسد من خلال إعادة النظر وإعادة صياغة استراتيجية الجزائر في نظرتها للمجتمع المدني؟ طبعا أيهما الأقرب إلى الواقع؟ اليوم نحن نتحدث على دور هام للمجتمع المدني كقوة اقتراح في الساحة والذي كرسه له الدستور، وأيضا تم خلق بيئة للمجتمع المدني ليؤدي هذا الدور، وبالتالي الحديث على هذا الدور بطبيعة الحال ليس بأنه الحركة الجمعوية راح تأخذ أدوار هيئات أخرى، لأنه فيه اليوم فيه هيئات شرعية هي المسؤولة على إصدار أو مناقشة مختلف مشاريع القوانين، فيه قطاعات حكومية أيضا هي التي تبادر بهذه المشاريع، لكن وجود المجتمع المدني كشريك وكطرف يقدم آراء ومقترحات لتمثل الحركة الجمعوية، وهذا الشيء اللي ما كانش في السابق، وبالتالي اليوم هذه العملية نتحدث عليها على أساس أنه المرصد الوطني للمجتمع المدني سيقوم بتأطيرها حتى تكون في سياقها اللي راح يقدم إضافة أيضا لمختلف الهيئات، يعني راح يكون المجتمع المدني داعم من ناحية الآراء ومن حيث المقترحات اللي يعني سيتم
يتم تقديمها في مختلف المجالات يعني وفي مختلف مشاريع القوانين، سواء اللي تتعلق بالحركه الجمعويه خصوصا لانه اللي هي المجتمع المدني معني بها، او ايضا اللي يعني تتعلق بمختلف مجالات الشان العام، لانه المجتمع المدني له الحريه في ابداء رايه، في ابداء الاراء في مختلف النصوص وفي مختلف المجالات. واكيد يعني هذا الشيء كرس هو الدستور يعني، وبالتالي اليوم احنا راح نقوم بتاطير هذه العمليه ووضعها في اطرها اللي تسمح فعلا بايصال الاراء ومقترحات الفاعلين في المجتمع المدني حتى يكونوا فعلا مساهمين في هذا المسار الاصلاحي وفي مسار ربما التغييرات اللي تعرفها العديد من القوانين في مختلف طيب المجالات. سيد عبد الرحمن حمزاوي، نذهب الى نقطه اخرى. الان سنتحدث عن الجمعيات الانتهازية، عن شبه الجمعيات الموجودة في الميدان. المرصد الوطني للمجتمع المدني هل له رؤية وله وجهة نظر لقطع طريق أمام هذه الجمعيات الانتهازية التي تنشط خارج الأطر القانونية أحيانا، التي تقوم بجمع حملات تبرع خارج الأطر القانونية، تستعمل أموال المحسنين في غير ما وجهت له؟ ما يريد، أو أقول ما هي الإجراءات التي يتخذها المرصد الوطني لقطع طريق أمام الجمعيات الانتهازية وأخلقت العمل الجمعوي إن صح التعبير؟ طبعا أنطلق من يعني أخلقت العمل الجمعوي أو ساحة المجتمع المدني، لأنه اليوم المنتظر من الحركة الجمعوية أن تساهم في أخلقت الحياة العامة من خلال يعني المساهمة في الحد من الظواهر السلبية التي كانت في السابق من فساد وبيروقراطية وغيرها من الظواهر. وبالتالي لابد المجتمع المدني يعني أن يبدأ ب يعني تغيير حقيقي بالشكل اللي فعلا يعطي صورة واجهة جديدة للمجتمع المدني في مستوى تطلعات المواطن. يعني اليوم احنا بحاجة إلى جمعيات فعلا تقدم الملموس وتقدم إضافة للمجتمع في مختلف المجالات. وبالتالي المجتمع المرصد الوطني للمجتمع المدني ليس من مهامه ربما أنه يعني يحاكم الجمعيات أو أنه ربما يصفي جمعيات، بل دوره هو مرافقة الجمعيات، تشجيع الجمعيات الفاعلة. أما فيما يخص ربما بعض الجمعيات التي ليست في إطار قانوني، لابد اليوم أنها تكيف نفسها خاصة بعد صدور القانون الجديد للجمعيات يعني في الفترة المقبلة، لابد يعني لكل الجمعيات أنها يعني تكيف نفسها حسب هذا القانون. وبالتالي الجمعيات اللي راهي ماهيش في إطار قانوني لا يمكن يعني اعتبارها جمعيات في وضعية نظامية إلى أن يعني تقوم بتسوية وضعيتها القانونية. إذا نتحدث على المجال القانوني، إذا نتحدث ربما على بعض الممارسات السلبية، صحيح فيه العديد من الممارسات السلبية، لكن أعتقد أنه اليوم المرحلة راح تخلي هذه الجمعيات راح تندثر، لأنه اليوم فيه وعي لدى المواطن بأنه الجمعيات هي وسيلة لخدمة المجتمع وخدمة الوطن وليست وسيلة لخدمة مصالح أشخاص. وبالتالي اليوم أعتقد بأنه يعني الزمن كفيل بعلاج هذه الظاهرة، وإحنا بطبيعة الحال على مستوى المرصد راح نعمل مع كل الجهات يعني المعنية حتى أننا نشجع وندعم الجمعيات الفاعلة، لأنه اليوم هذا هو الاحتياج الحقيقي. فيه جمعيات محلية في مختلف يعني في كل مناطق الوطن وفي مناطق نائية تشتغل بدون إمكانيات، تشتغل يعني ربما بتمويل ذاتي بجهد ذاتي وتقدم برامج كبيرة. هذه الجمعيات بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى تثمين وإبراز دورها. احنا شفنا ربما العديد من الجمعيات اللي تحتاج إلى هذا التشجيع، وهذا ربما اللي نركز عليه أكثر في هذه المرحلة. سيد عبد الرحمن حمزاوي، وماذا عن حماية المجتمع المدني من تجاذبات والاستغلال السياسي؟ طبعا إذا نتحدث على مشاركة المجتمع المدني في المسار السياسي العام بطبيعة الحال أعتقد بأنه هذا شيء إيجابي. يعني إذا نتحدث على القضايا الوطنية اللي لابد للمجتمع المدني أنه يشارك فيها، مثلا على سبيل المثال كانت فيه محطة الدستور. إذا نتحدث على المحطات الانتخابية، المجتمع المدني يساهم في يعني ضبط العملية الانتخابية بالشكل الديمقراطي اللي يعتبر يعني ربما من القواعد التي يعني تضبط العملية السياسية في حد ذاتها. لكن ربما الظاهرة اللي ربما لابد أنه المجتمع المدني يكون بعيد عليها، وهي يعني علاقة الجمعيات بالأحزاب السياسية أو محاولة توظيف الجمعيات من طرف أحزاب سياسية، فأعتقد هنا فيه تداخل، وحتى القانون ما يسمحش بهذا الشيء، لأنه الجمعية يعتبر دورها دور مجتمعي، دور للصالح العام، وما يكونش يعني ما تكونش تابعة في مهامها الأحزاب السياسية أو حتى الجهات أخرى، جهات
جهات يعني ماليه او غيرها او جهات اجنبيه، وهذا الشيء ربما القانون كفيل يعني بوقف مثل هذه الامور. وبالتالي احنا دعوتنا لانه اليوم انه تكون في حركه جمعويه محايده. اليوم دور الحركه الجمعويه دور كبير، لابد انه يكون بعيد على كل التجاذبات الحزبيه وعلى يعني كل الجهات اللي تحاول تاثر في الحركه الجمعويه وتبعدها على ادوارها. واحنا على مستوى المرصد الوطني للمجتمع المدني راح نعمل على مجال مهم، وهو نشر هذا الوعي، وايضا راح نعمل على مجال تكوين القيادات الجمعويه او المسؤولين على مستوى الجمعيات، حتى يكونوا في مستوى التحديات ومستوى الرهانات المرحله، حتى ما يبقاش دور الجمعيات ربما تؤدي في ادوار بسيطه، بالعكس اليوم يرتقي يعني دورها الى الرهانات الكبيره في البلاد. نتحدث على التحدي الاقتصادي، نتحدث على التحديات الاجتماعيه، نتحدث على مسار الاصلاحات اللي اليوم راهي البلاد ماشيه فيه. وبالتالي لابد أن الحركه الجمعويه تكون مساهمه بشكل ايجابي وتزيد تبذل جهود اكبر فيما يحقق يعني هذا التغيير وهذا الاصلاح المنشود على مستوى على كل المستويات. سيد عبد الرحمن الزاوي، نعود الى قانون الجمعيات الجديد، هل هذا التعديل المنتظر سيدرس نقطة تمويل الجمعيات بما يضع حدا للشبهات وللتأويلات؟ طبعا لما نتحدث على موضوع التمويل في الحقيقة يعني اليوم من بين التحديات الكبيرة في النشاط الجمعوي هو موضوع التمويل، يعني الإعانات التي تقدم للجمعيات صراحة ما زالت العديد من الجمعيات بحاجة إلى دعم يعني من مختلف الهيئات وبمختلف السياق حتى تقوم بعملها وتقوم بنشاطها، لأنه اليوم أغلبية الجمعيات تعتمد على مواردها الخاصة أو يعني اشتراكات منخرطها في العمل. وبالتالي اليوم ينتظر من القانون للجمعيات أنه تكون فيه اقتراحات لآليات فعلا لضبط عملية تمويل ودعم الجمعيات في نشاطها، وهذا الشيء اللي أكد عليه رئيس الجمهورية أكثر من مرة في خطاباته بأنه فيه يعني لابد من دعم الحركة الجمعوية. لكن تحدث على الشق الآخر اللي هو شق المحاسبة، يعني ما بقاش اليوم جمعية يعني فقط بالكاشي وأنها تدي فقط إعانات وما يكونش عندها يعني برنامج عمل. اليوم لابد يعني الإعانات أنها تكون مضبوطة وفق برنامج عمل مشروط مع الهيئة التي تدعم، ويكون فيه أيضا متابعة لتنفيذ هذا البرنامج وأيضا طريقة صرف هذه الأموال كما هو في مختلف الهيئات. وبالتالي بهذه الطريقة نضمن الشفافية، نضمن أن التمويل والإعانة تروح إلى فعلا الأهداف المرجوة منها، يعني لا تنحرف على الهدف الأساسي اللي منحت له هذه الإعانة. وبالتالي اليوم احنا ربما المطلب الأساسي اللي راح نعمل على أنه ترافق الجمعيات بالدعم وتأخذ يعني الإعانات المطلوبة، وتروح أيضا هذه الإعانات إلى الجمعيات اللي تستحق فعلا واللي عندها برامج عمل وراح يتحقق أهداف يعني مجتمعية ملموسة في الميدان. نعم سيد عبد الرحمن الحمزاوي، يقول بعض الشباب، يقول ننشط في المجتمع المدني كأعضاء كاملي الصفة لكن دون غطاء قانوني ودون غطاء جمعوي. سؤالي لك، هل النشاط الجمعوي الرسمي يستقطب الشباب في مستوى الطموحات المنشودة؟ طبعا سؤال مهم جدا. اليوم صحيح فيه العديد من فضاءات النشاط الجماعي، نسميه نشاط جماعي غير الرسمي، غير الرسمي يعني نعتبره غير رسمي، لكن احنا من الان في المرحله اللي رانا عشناها خاصه في السنتين الاخيرتين فيه اليوم يعني تكفل بالمجتمع المدني، اعطائه مهام يعني او اعطائه مكانه هامه في الساحه. صحيح كانت من قبل النخبه والعديد من الاطارات يعني كان عندهم عزوف على النشاط الجمعوي نظرا لما كان يشوب المجتمع المدني ربما من العديد من السلبيات، لكن اليوم اعتقد انه الظروف الجديده التي منحت للحركه الجمعويه وايضا البيئه التي راح تكون في المستقبل راح تستقطب اكثر هذه الكفاءات وراح تخلي هذا يعني هذا الانشطه الجمعويه او الجماعيه سواء الافتراضيه، فيه اليوم مجموعات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي اللي راهي تنشط نشاط كبير. احنا بالعكس راح نسعى اننا يعني يكون نشاطها في اطار قانوني في اطار جمعوي حتى تتحصل على ربما كل الامكانات والظروف اللي تسمح لها باش تؤدي نشاطها بشكل اكبر. وحنا نوجه لهم نداء انهم يعني يهيكلوا انفسهم في اطار جمعوي اليوم خاصه مع هامش الحريات الكبير الذي منح للحركه الجمعويه والشيء اللي راه ينتظر فيها في المستقبل القريب ان شاء الله. وهنا سيد عبد الرحمن حمزاوي، الا ترون ربما ان القضيه يمكن ان تكون قضيه بيروقراطيه او قضيه إجراءات إدارية غير مفهومة بالنسبة لشريحة كبيرة في المجتمع، يعني لا يفهمون إلى من نتوجه، كيف نقوم بالتصريح بحملة جمع تبرعات أو غيرها من النشاطات؟ طبعا اليوم راح يكون فيه يعني عمل
على انه تكون فيه يعني ربما واجهات خاصه الكترونيه او غيرها، وحتى على مستوى الادارات اللي ربما توضح هذه الامور بالنسبه للجمعيات في مختلف مجال نشاطها. اذا تحدث على التاسيس، يعني وزاره الداخليه سبق انها يعني وضعت يعني قاعده بيانات على مستوى يعني مواقع او موقع الكتروني لانشاء الجمعيات، وهذا الشيء سمح الى تاسيس جمعيات بطريقه سهله، وتم منحهم التصريح. يعني اللي كان عندهم تخوف من الجانب الاداري، اليوم ما فيش يعني ملف كبير اللي ربما يسمح انه تكون فيه بيروقراطيه، وفي ايضا اجراءات يعني محدده على مستوى القانون، وراح ايضا القانون الجديد راح يزيد ايضا يتكفل بهذا الجانب، وبالتالي ما فيش تخوف من العراقيل البيروقراطيه. اما فيما يخص مجالات يعني النشاط، اذا نتحدث اليوم على موضوع التبرعات، اكيد هذا فيه يعني يخضع الى اجراءات اداريه، وراح يكون ايضا بشكل قانوني اللي يسمح انه هذه العمليه تتم في اطار قانوني، لانه فيه ايضا تخوفات لانه جمع التبرعات انها تروح الى يعني ربما الى تولي او يعني تصبح تستغل ربما من بعض الجهات، وبالتالي لابد ايضا انها تكون عمليه مضبوطه سواء من الناحيه القانونيه، ولكن هذا الشيء ما يعنيش انه راح يكون في اجراءات معقده، بالعكس تكون عمليه مؤطره. ولكن اليوم يعني كل مجالات نشاط العمل المجتمع المدني احنا ندعو انه يكون فيه مشاركه في هذه الاراء وايصالها الى المرصد الوطني للمجتمع المدني اللي هو من صميم دوره انه يتكفل بانشغالات الحركه. اذا سيد عبد الرحمن حمزاوي، تأطير عمليات جمع التبرعات لا يعني تعقيدها. طبعا هذا اللي نتحدث عليه، لانه جميل. وما يعنيش ايضا كل يعني شعار لجمع تبرعات بانه بالضروره يعني راح تمشي في 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 بشكل جيد، حتى لا يقع العديد من المواطنين يعني ضحايا ربما مغالطه وضحايا تدليس على هذه. يعني احنا نطالب انه هذه العمليه تكون مؤطره بشكل جيد حتى ما تنحرفش على مسار، ولكن لابد انه ما تكونش معقده بالشكل اللي يسمح ايضا لخاصه العمل التضامني والعمل الخيري اللي اليوم يعني هو طاغي او من احد الجوانب الكبيره في النشاط الجمعوي في الوطن، وهذا الشيء الجزائر يعني تتميز به، شفنا خلال فتره كوفيد ولا عده يعني محطات مرت بها الجزائر فيه عمل تضامني كبير في في في, في الوطن، وبالتالي اليوم احنا من دورنا اننا نضع له الاليات اللي يسمح الى ترقيته بشكل اكبر، واللي يزيد يعني يحقق اهداف اكبر ويوصل الى شريحه اكبر خاصه مستحقي الدعم من الفئات الهشه. نعم سيد، او من المناطق. نعم سيد عبد الرحمن حمزاوي، حديثك عن الموجة الرابعة من جائحة كورونا، آخر سؤال لنا سيكون متعلق بهذه النقطة، توصف الموجة الرابعة من جائحة كورونا أنها موجة غير الملقحين، الآن كيف تقيمون أداء ونشاط المجتمع المدني خاصة مع تزامنه مع مختلف الحملات التحسيسية الداعية لتوجه نحو التلقيح، كيف تقيمون نشاط المجتمع المدني خلال هذه الموجة الرابعة، خاصة وأن كان للمجتمع المدني دور كبير وقوي خلال الموجة السابقة؟ طبعا احنا نقول بانه المجتمع المدني كان حاضر بقوة يعني الى جانب السلطات العمومية خلال هذه الأزمة الصحية، خاصة ما تعلق بموضوع التحسيس، واذا نتحدث على موضوع التلقيح بالذات لانه مازال فيه يعني عدد كبير من المواطنين لم يعني يقوموا بهذه العملية، وبالتالي فيه جهد كبير قامت به المجتمع المدني بحكم المصداقية والعلاقة المباشرة مع المواطن. احنا اليوم نداءنا للمجتمع المدني انه يستمر في هذا العمل ما دام الوباء مستمر، وهذه الوجبة وهذه الموجة الرابعة اللي ربما راهي في تزايد كبير، اليوم نحن بحاجة إلى أن المجتمع المدني يزيد. احنا إذا نتحدث على التقييم، احنا نثمن جهود المجتمع المدني ونقولوا بأنه بذل دور كبير، لكن ما لازمش يتراجع، اليوم راهو مطالب ببذل الأكبر ما دام يعني ما زالت يعني الوضعية الوبائية في تزايد، وإحنا راح نعمل على مستوى المرصد أننا إن شاء الله نأطر هذه العمليات سواء اللي يتعلق بالجمعيات داخل الوطن والعملها الجواري اللي راهي تقوم به مع المواطنين، أو حتى بالإعانات اللي تجي يعني من طرف الجالية خارج الوطن، وبالتالي المجتمع المدني أو المرصد الوطني للمجتمع المدني راح يعمل على تأطيرها، وراح يعمل أيضا على مرافقة الجمعيات في يعني مواصلة جهودها في التصدي لجائحة كوفيد 19، يعني دعما لجهود مختلف القطاعات اللي راح تقوم يعني بدور كبير في حماية الوطن من هذه من هذا الفيروس. جميل جدا سيد عبد الرحمن حمزاوي، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، شكرا لك جزيل الشكر على قبولك على هذه الدعوة وعلى كل هذه التوضيحات التي تفضلتم بها. مشاهدينا بهذا نأتي إلى نهاية نقاشنا، الظاهرة ما زالت متواصلة في أخبار الاقتصاد مع مروان مبارك بعد هذا الفصل.